طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، هل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ لا، لا تستخدم معه القسوة ليفطر، بل أعطيه هدايا كي يصوم، لأن ربيعة بنت معوذ كانت تقول: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى ينشغل بها عن الإفطار، والله أعلم. وعمر قال لنشوان، والأثر معلق عند البخاري: ويلك وصبياننا صيام، يعني عمر رأى واحد سكران في نهار رمضان علاه بالضرة قال: وصبياننا صيام، يعني أنت تفطر وتسكر وصبياننا صغار صيام.